ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب. النهاردة انا جاية لكم بموضوع جديد. بصوا، هو ممكن يكون جديد عندكم بس مش جديد عندي انا، وممكن يكون جديد عند بعض الناس عشان ما استخدموش الحاجات ديت او ما عملوهاش بالطريقة دي قبل كده. احنا جايبين معانا بهارات النهاردة، بهارات البيت ما بيستغناش عنها. يعني معانا كمون، معانا فلفل اسمر، معانا كزبره، معانا حاجه اسمها سماق، هقول لكم فايد كل حاجه منها. المهم ان كل حاجه من ديت البيت ما يعرفش يستغنى عنها نهائي نهائي. طبعا في ناس بتشتريها مطحونه من بره وجاهزه، في ناس بتشتريها كده حصى زي ما احنا شايفين، زي ما احنا شايفين قدامنا كده، ودي احسن بكتير من انك تجيبيها مضروبه خالص من بره، لان اللي بره بيبقى فيها اتربه وما تعرفيش بقى هي معموله ازاي، وانت بتاخديها وبتاخديها بسعر عالي كمان مش زي الحصى اللي انت واخداها دي، وهتعمل معاكي كميه بعد كده وهتقعد معاكي بالشهر والاتنين على الكميه اللي انت جايباها. وكل حاجه من دول وليها فوائد، والبيت ما يستغناش عن اي مكون فيهم موجود معاكي. هنيجي نقول كل حاجه بتتعمل ازاي، وهنتكلم عن كل حاجه وخصائصها. تعالوا معانا كده. معانا مثلا الكمون، هنتكلم عن الكمون. الكمون ليه فوائد كتير، طبعا بيقوي الجهاز المناعي عندنا، بيظبط مستويات السكر في الدم، بيعزز صحة المعدة، ومهم جدا للجهاز التنفسي عندنا، وبينظم مستوى ضغط الدم كمان، وبيمد الجسم بالطاقة، ومهم جدا 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 للكبد، ومفيد طبعا للرجيم. لو حد بيعمل رجيم طبعا عندنا ده مفيد طبعا جدا، لان احنا عارفين ان الكمون بيتحط عليه ليمون وبيتشرب او ممكن يتشرب لوحده، فده ليه فوائد كتير جدا للماشيين تبع الرجيم دوت. اولا عشان نعمله احنا بنسخن حاجه كده عندنا، اي طاسه عندنا او اي صينيه عندنا بنسخنها كويس قوي ونحطها كده عشان نحمصه. انا اول ما حطيته على فكره عمل ريحه، انا طبعا مسخنه النار على الصينيه، بتدي ريحة حلوة، بتعمل معاكي ريحة في الأكل كمان. الحاجة طول ما هي متحمصة كده، ده كده اسمه تحميص، طول ما هو متحمص كده فهو معاكي بيدي نتيجة كويسة. بيتحمص شوية بتاع 5 دقايق كده، ياخد تحميصة وبيتغير لونه شوية، بعد كده بنطحنه في الكبة. أنا عايزة أقولك كده ريحته بدأت تطلع كده، فوائده أحسن بكتير من إن أنت تجيبيه مطحون من بره. يعني انا بنصح اي حد يجربها بجد، اللي بيجيب من بره حاجات مطحونه زي دي بلاش، ويجرب هو يستخدم الحاجات دي في البيت عنده، وهتقعد عندك بالفتره بدل ما تشتري بالخمسه والعشره جنيه والخمستاشر جنيه، وفي الاخر بتيجي حبه صغيره قد كده ما بتستفاديش بيهم. انما لما بتجيب الحاجه حسب الطريقه ديت، لا بالعكس احنا بنستفاد بيها اكتر، وبتطلع معانا كميه احسن، والحاجه معموله بايدينا واحنا فرزينها بايدينا، ومن عند عطار معين كمان مش من عند اي حد. زي ما انتم شايفين كده او بدا لونه اصلا يتغير. احنا بعد ما بنحمصه كده هنضربه في الكبه، تمام كده. وده على فكره ده ربع كمون، الحبه اللي انا حطيتهم دول ده ربع كمون، هيتحمص شويه كده وفي الاخر اطحنه. شايفين كده؟ كده بدأ لونه يتغير، ممكن عشان الإضاءة عليه شوية فمش باينة كلون وريحة. احنا كده هنقفل عليه بقى كده عشان ما يتحمصش زيادة عن كده، وهنسيبه يبرد خالص، ولما يبرد هنطحنه. تمام. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين كده احنا حطينا الفلفل، هو اللي يتحمص مكانه بقى. الحاجات دي يا جماعة ما بتتضربش وهي سخنة، لازم تبرد كويس جدا وبعد كده تتطحن في الكبة بتاعت الخلاط. هنتكلم بقى عن الفلفل شوية. الفلفل بيدينا نكهة طبعا، مش بس في الاكل، لا ده بيدينا حاجات تانية كتير، بيدينا فوائد اكتر للصحة، بيساعد عندنا في انخفاض نقص، بينقص عندنا الوزن، تمام، وبيعالج الجيوب الانفية والرجل والاحتقان. وطبعا في فرق بينه وبين الابيض كتير، يعني في فلفل من دوت في ابيض كمان مش اسود بس. طبعا ده بيستخدم في الاكل وده بيستخدم من الاكل، بس ده بيستخدم لحاجات معينه وده بيستخدم لحاجات معينه، او ممكن ما فيش فرق بين الاثنين قوي يعني، بس طبعا فيهم فرق في حاجات معينه. برضه لازم يتحمص كده
ولازم الحاجة تطلع معاكي ريحة وتدي غمقان اللون شوية اللي انت بتحطيها. ده برضو ربع فلفل. يا جماعة والله الكمية دي لما بتطحن بتقعد معاكوا وبتفرق معاكوا طبعا كتير كتير كتير. في ناس بتزودها بالملح لو عايزاها تطول شوية معاكي في المدة، لما انا انصحك تستخدمي كل حاجة فريش كده لوحدها يعني زي ما احنا بنعمل، ده هيوفر معاكي كتير يعني. طبعا الفرق بين الابيض والاسود في القيمة الغذائية بتاعت الاتنين، ده اللي بيفرق في الاتنين. بس هو الاسود طبعا بيدي نكهة فظيعة في الاكل، بس حمصوه كده زي ما انا بوريكوا كده، الحاجة دي تتحمص زي ما احنا شايفينها قدامنا كده. التحميص ده نفسه هيطلع معاكي في الاكل، الريحة بتبان لما بتيجي تحطيه، ريحة الفلفل الاسمر بتبان في الاكل على طول. كده خلاص بدأ اخد اللون، هنقي شوية وريحته طلعت كمان، هنسيبه هنفضيه برضه في حاجة يبرد شوية وبعد كده هنرجع نطحنه. احنا كده بقى شلنا الفلفل سايبينه يبرد وبعد كده هنبقى نطحنه. دلوقتي دي كزبرة، الكزبرة الناشفة دي طبعا احنا بنحطها على حاجات كتير جدا في الأكل، احنا الأكل عندنا مستغناش عن الكزبرة الناشفة دي. تمام، الكزبرة الناشفة دي يا جماعة بتقلل من أمراض الدم وبتقلل من أمراض القلب كمان، بتقلل من الالتهابات لو عندنا التهابات في جسمنا اللي بتقلل منها، بتساعد على الوقاية من فقر الدم كمان، ولها فوائد كتير جدا. وسرشوا على الحاجات دي يا جماعة على الجوجل، هتلاقوا فوائد لها كتير قوي. كل ما ناخد معلومات اكتر كل ما الحاجات دي بتفيدنا اكتر. برضه هنحمص كده لحد ما تلاقيها متطقطق كده تاخد لون والحته بتطلع، ونقوم شايلها من على النار ونسيبها تبرد ونطحنها. عايزه اقول لكم على حاجه برضو، ان الحاجات دي مش من عند اي عطار. في عطارين بتحط لك حاجات اي كلام وبيبقى في زباله كتير فيها ومش بيبقوا ناخلينها، وتضطري انت بقى تعذبي نفسك فيها بقى وتنضفيها كويس. الحاجات دي لازم تبقى من عند عطار موثوق فيه طبعا، بيكون منخل حاجه كويس، ما تكونش الحاجه بتاعته فيها تراب. وبرده انت راجعي في البيت عليها برده، بصي بص عليها كده يعني. انا لازم قبل ما اجيبها من عند عطار، طبعا انا مش من عند اي عطار بجيبها، هم ناس معينين كده بجيبهم، بجيب الحاجات دي من عندهم. غير كده لازم انا برده اشيك عليها تاني، لازم ابص عليها تاني كده وافرزها عندي. خلاص كده بدات تاخد اللون، هدي كده اشيلها بقى برده تبرد وهرجع اضربها. ودي برضو ربع كزبرة. الحاجات دي انا عايزه اقول لكم يا جماعه ممكن تقعد معاكم بالشهر وبالاتنين، هتقعد معاكم شهر وشويه لو انتوا بتستخدموها حصى كده، ما بتحطوش عليها مثلا حاجه يعني. الكزبرة دي ما بتحطش عليها حاجه طبعا، بتحط لوحدها. لو حاجه زي الفلفل والكمون بتحط عليهم ملح، يعني في ناس بتحط عليهم شويه ملح عشان ايه ما تخلص منهم بسرعه. لو هتسيبيهم ساده زي ما هما كده لا، هيقعدوا معاكي شهر وشويه. انما لو هتحطي عليهم كمساعد ملح او كده لا، هيقعد معاكي شهرين وشويه كمان. وطبعا على قد كميه استخدامك انت هاتي، شوفي هو هيقعد معاكي قد ايه. يعني انا بتكلم عن نفسي ان ده بيقعد معايا شهر ونص لو هستخدمه كده، لو هستخدمه عليه ملح هيقعد معايا شهرين واكتر كمان. سامعين صوت الطقطقه؟ سامعين؟ شايفين اللون بيتغير ازاي؟ ندفع عليه بقى ونسيبه يبقى. دلوقتي انا جبت طاسه صغيره كده عشان اللي انا هحطه دوت، ده اسمه سماق، اسمه سماق سماق ما انا صح، لو هنقول بكاف يبقى سماق. تمام، شايفين الحبات بتاعته عامله ازاي؟ شايفين؟ مفيش طباخ او اي شيف ده ما بيكونش مكون اساسه في مطبخه، ده لازم يكون مكون اساسي عنده في اي مطبخ، اي شيف بيكون موجود عنده. ده طبعا لازم بيتحمص عشان نعرف نضربه. احنا مسخنين الطاسة كده وحاطينه عشان لازم يتحمص قبل ما هيتفرم برضو في الكبة، لازم يتحمص كده. السماق ده طبعا احنا بنحطه على السمك، بنحطه على الشيش، اي مشويات لو احنا استخدمناها بنحطه عليه، وليه فوائد كتير جدا جدا جدا. طبعا هو مصدر غني، اول حاجة طبعا مصدر غني جدا بفيتامين سي،
وده طبعا بيعتبر اقوى مضادات الاكسده. وزي ما قلت لكم الحاجات دي سرجوا عنها في النت يا جماعه، سرجوا عليها على جوجل عشان ما تعرفوش ان انا اي لا اي كلام كده من عندي. انا اي حاجه قبل ما بستخدمها لازم اعرف فوائدها كويس، مش بستخدم اي حاجه كده من نفسي او بقول اي حاجه كده من نفسي. فانا لما بحب اعرف معلومه لازم اقولها. تمام، احنا قلنا طبعا دوت ده غني بفيتامين سي، وبيساعد ان هو يخفض على الخلايا وتعزيز انتاج الكولاجين في الجسم. طبعا احنا عندنا كولاجين في الجسم فده بيعزز عليه اكتر. زي ما قلنا بيتحط على السمك وبيتحط على السي فود وبيتحط على الشيش او بيتحط على المشويات عامه. وتابعوا اي شيف كده وشوف هو بيعمل فيه ايه كويس، ومفيد جدا للي بيعملوا ريجيم طبعا. وبيحسن عندنا من مستوى السكر والدهون في الجسم. يعني سبحان الله ربنا ما بيخلقش حاجه الا ليها فايده. فانا عايزه اقول لكم ان في ناس اصلا كتير قوي مش عارفه ايه هو السمك دوت، ما تعرفش عنه حاجه. يعني انا لحد فتره قصيره انا ما كنتش اعرف ايه هو ده، وكنت اسمع عنه كده او اشوف عنه اي شيف بيتكلم وبتاع، كنت الاقي اي باودر احمر كده بيتحط. طب هو ايه يا جماعه؟ طب بيفيد ايه؟ لا دخلت عرفت هو بيفيد في ايه كويس قوي، وبيعمل ايه، وجبته بقيت استخدمه عندي في حاجتي، استخدمه في الاكل اللي انا بحطه اذا كان مشويات اذا كان سمك هعمله، على سلطه السي فود اللي احنا بنعملها بيتحط عليها. لا بصراحه جامد، وهم بصراحه يعني. جربوه يا جماعه وهيعجبكم. في ناس كتير ما تعرفش عنه حاجه، فانا بقول لكم اهو جربوه واستخدموه وشوفوا لو عجبكم كملوا فيه. بس هو ان شاء الله هيعجبكم، وانا واثقه انه هيعجبكم لان دي حاجه هتستخدموها زي الزنجبيل كده بنستخدمه، زي القرفه. يعني برضو الحاجات دي قعدت فتره محدش يعرف عنها حاجه غير لما جربناها وشفناها كده. اتحمص، هطفي عليه، بعد كده برضو هسيبه يبرد وبعد كده هطحنه. شايفين؟ شايفين الفرق؟ دي طبعا الاربع زي ما احنا عملناها، الربع الفلفل، الربع الكمون، الربع الكزبره. السماق دوت انا نسيت اقول لكم ان دول 120 جرام السماق، دول انا جايباهم ب 10 جنيه وربع. الجرامات دي 120 جرام. شايفين بقى لونه عامل ازاي اصلا بعد ما طحن وبعد ما انضرب؟ كان الاول حبيبات كده، بصوا عامل ازاي. بصوا كمون، بصوا الفلفل، بصوا الكزبره. شايفين الكميه طلعت اكتر ازاي؟ ونفس الاطباق اللي انا كنت معايا فيها هي نفس الاطباق اللي انا فضيت فيها. يا ريت تجربوا يا جماعه الموضوع دوت، وبلاش تجيبوا اي حاجه من بره تاني من الحاجات المطحونه ديت. خلينا في السليم بعمل ايدينا احسن بكتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير، ما تنسوش سبسكرايب، وتابعوني في كل جديد، واستودعكم الله.